لقد نكب الجلادون بمقتل الحسين أكثر مما نكب المؤمنون بقتله، إذ لم تمر أيام على شهادة الحسين إلا وأصبح بنو أمية محاصرين بجرائمهم، وتهاوت أحلامهم بأن يبقوا حاكمين على الأمة، وذلك بفعل عواصف الثورات التي اجتاحت العالم الإسلامي طلباً بثارات الحسين، حتى لم يجد أي واحد من أعداء الحسين ملجأً يلتجئ إليه في الأرض، ولا شخصاً واحداً يرغب في بقاء حكمهم، ولا بيتاً واحداً يأويهم، ولا فرداً واحداً يأسف لسقوطهم، وكان عاقبة أمرهم خسراً، خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. الحسين نهضة حق لا ريب فيها، وثورة إيمان لا هزيمة لها، ومشاريع خير لا مزيد عليها، ومنابع صلاح لا يستغنى عنها. لقد استطاعت ثورة الحسين عليه السلام أن تقضي على سلطة الجور في الشام بأسهل مما استطاعت تلك السلطة أن تقضي على الحسين في كربلاء. الشعائر الحسينية هي تدريب متواصل على طريقة مواجهة الأعداء، وليست طقوساً فارغة من المعاني، ودموع الباكين على الحسين هي قطرات زيت ترش على الجراح لإذكاء جذوة الإيمان، وليست دموع الذلة والاستكانة، وترداد مصائب الحسين على المنابر استحضار للقضايا التي من أجلها تحمل الحسين تلك المصائب، وليست مجرد تكرار لقصص المأساة. صحيح أن المآسي هي السراج في هذه القضية والسياج لأهدافها، لكنها ليست هي الهدف.